معك إذا أحكي لي. يعني طبعا واحد يعني بطولة زي كأس العالم تبقى مسيطرة على الجميع. يعني أنت غاوي كرة أصلا يا أستاذ سليمان؟ لا للأسف مش غاوي. بس أنا يعني حاجة زي كأس العالم بتضطر غصب عنك، الدنيا كلها مهتمة فلازم تهتم. يعني فمن أول افتتاح الحقيقة كأس العالم في الدوحة من كام يوم إلى الماتش امبارح بين السعودية والأرجنتين أنا كنت مهتم حتى على الأقل بالنتائج والمشهد العام، لأنه اللي حصل امبارح أنا أعتقد أنه يعني فرحة عربية بقدر ما هي فرحة سعودية. لأنه لما يبقى فريق أو منتخب سعودي يحقق هذه النتيجة لابد أن الفرحة تتجاوز حدود السعودية إلى العالم العربي كله، لأن أي نصر عربي أو نصر أي نصر لدولة عربية هو نصر لباقي الدول العربية. بالضرورة سواء بقى في الكورة أو في غير الكورة. وبعدين هنا النصر كمان مش على أي فريق، يعني عارف النهاردة صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عاملة منشط كويس قوي بتقول لك الساحر الأخضر يهزم التوقعات. يعني مش هزم الفريق المنتخب الأرجنتين، لأنه وإحنا عارفين دايما أن المنتخب السعودي بيلقب بالأخضر أو بالخضر، ولكن يعني أن أنت بتضيف لكلمة الساحر ده كناية عن الأداء اللي كان أداء ساحر، خاصة يعني في الشوط الثاني أن يعني أنت عملت ريمونتادا، أنت كنت خسران 1-0 في الدقيقة 10، أن يبقى هو المنتخب الأخضر يعني المنتخب السعودي، إنما لما يضيف لها كلمة الساحر بالزبط. الساحر الأخضر يعني فيها وصف الأداء وفيها وصف لأنه الفوز كان على توقعات المحللين الرياضيين والمدربين ووسائل الإعلام العالمية، لأنه